السلطة الرابعة، حلقة جديدة من هذا البرنامج، جولة جديدة في المواقع المختلفة للإجابة عن سؤالنا الدائم: ما هي المواقع المختلفة التي تناولت المواضيع ذات العلاقة بالواقع اليمني وكيف تناولتها؟ والبداية بالعناوين. الصليب الأحمر: الكوليرا في اليمن يمكن أن تصيب 850,000 شخص. أبو الغيط الحوثي المسؤول الأول عن تدمير اليمن. ضابط في الحرس الجمهوري اليمني يقول: إيرانيات وعراقيات يدربن الحوثيات على السلاح. بعد 3 مرات من مطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الصراع في اليمن حد تعبيره، تقول الواشنطن بوست أن السفير السعودي في جنيف يقول بأن الوقت ليس مناسبا لهذا الأمر، وأن السعودية ليس لديها مشكلة مع التحقيق وإنما مع التوقيت، لكنه يقول في ذات الوقت أن السعودية تفضل لجنة تحقيق يمنية محلية. قال السفير السعودي في جنيف إن الوقت ليس مناسبا لإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وفقا لمطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وتدعم هولندا وكندا قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي يطالب بإجراء تحقيق دولي، ولكن سفير السعودية عبد العزيز الواصل فضل تحقيقا تقوم به لجنة يمنية محلية. وقال الواصل للصحفيين: نعمل معا للتوصل إلى تسوية، مضيفا أنه لا يوجد لدينا اعتراض على التحقيق، ولكن لدينا نقاش حول التوقيت عما إذا كان هذا توقيتا مناسبا لتشكيل لجنة دولية مع وجود صعوبات على الأرض. ويدعو زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتحقيق دولي مستقل بشأن الصراع في اليمن، ويقول إن اللجنة اليمنية الوطنية ليست مؤهلة للتحقيق في الأمر. في القدس العربي، وزير حقوق الإنسان اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب كارثة حقوقية ويدعو المجتمع الدولي إلى التدخل. حدث هذا في جنيف أثناء إلقائه كلمة أمام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. طالب الوزير كذلك المفوض السامي لحقوق الإنسان بنقل مقر المفوضية إلى العاصمة المؤقتة عدن بدلا من صنعاء حتى تتمكن الحكومة من التعامل معه. نقلت صحيفة القدس العربي قول وزير حقوق الإنسان في اليمن الدكتور محمد عسكر في كلمته التي ألقاها أمام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقدة في جنيف: إن ما يجري في اليمن هو انقلاب كامل على الشرعية عبر ميليشيا مسلحة مدعومة من بعض الوحدات المتمردة من الجيش والأمن. وقال عسكر إن الميليشيا الانقلابية أقدمت على تجنيد حوالي 20,000 طفل وزراعة ما يزيد عن 200,000 لغم أرضي، وهو ما يعتبر انتهاكا صريحا لحقوق الطفل والاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد التي انضمت إليها اليمن. وطالب عسكر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تقديم الدعم الفني اللازم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لإنجاح مهمتها، واتهم المكتب بأنه حتى الآن لم يقدم الدعم المطلوب للجنة بموجب قرارات مجلس الأمن. وأكد أن اللجنة الوطنية أنجزت التحقيق في 7,000 حالة انتهاك من قبل جميع الأطراف، واستكملت ملفات 3,000 حالة، وهي جاهزة لتسليمها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، وأن الرئيس هادي وجه بإحالة تلك الملفات إلى النيابة العامة والقضاء من أجل تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب. وطالب وزير حقوق الإنسان اليمني المفوض السامي بضرورة نقل مكتب المفوضية القطري في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن حتى تتمكن الحكومة من التعامل مع المكتب والاستفادة من المساعدات التي يقدمها،
وكذا إبعاده من الضغوط التي تمارس عليه من قبل الميليشيا الإنقلابية بصنعاء حيث مقر مكتب المفوضية الحالي. وفي دي دبليو الألمانية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إن وباء الكوليرا في اليمن وصل إلى مستويات ضخمة ولا يزال خارج السيطرة، وتوقعت أن تصل حالات الإصابة إلى 850,000 حالة مع نهاية 2017. قال روبر مارديني المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن وباء الكوليرا بلغ مستويات ضخمة في اليمن، وحذر مارديني من تفاقم الوضع في اليمن قائلا: نتوقع الآن أسوأ السيناريوهات، أي 850,000 حالة بحلول نهاية العام، مشيرا إلى أن الوباء لا يزال خارج السيطرة. وأوضح أن وتيرة انتشار الوباء تباطأت، لكن في الأسبوع الماضي عاودت الارتفاع، مشيرا إلى وجود 4,700 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا يوميا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في بداية الأسبوع أن الكوليرا قتلت 2065 شخصا، وقالت المنظمة إن المرض انتشر سريعا بسبب تدهور الظروف الصحية مع وجود ملايين الناس بدون مياه شرب نظيفة في البلاد. صحيفة الدستور المصرية نقلت عن الأمين العام لجامعة الدول العربية قوله إن جماعة الحوثي هي المسؤول الأول عن تدمير اليمن، وأن الإنقلابيين وراء تعطيل أي حل سياسي محتمل. نقل موقع الدستور المصري أن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد أن الأوضاع في اليمن تكشف عن تمترس القوى الإنقلابية خلف مواقفها النابعة من مصالح ذاتية وتوجهات أنانية، مشيرا إلى أنه صار واضحا من هو الطرف المسؤول عن تعطيل أي حل سياسي محتمل. وأشار أبو الغيط إلى رفض الحوثيين لجميع المبادرات المتوازنة التي تقدم بها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، وكانت هذه المبادرات حسب قوله ترمي إلى تجنيب البلاد الانزلاق إلى مزيد من الخراب، وكذا إلى احتواء الآثار المروعة للحرب على السكان المدنيين وعلى الوضع الإنساني الذي يثير انزعاجنا جميعا. وقال: حان الوقت لكي تدرك الجماعات الإنقلابية التي تتشبث بالسلطة أنها تلحق الدمار ببلدها وتهدد حياة الملايين من اليمنيين الأبرياء. إلى الأنباء الكويتية التي كشف لها ضابط في الحرس الجمهوري الموالي لصالح أن جماعة الحوثيين تقوم بعملية تدريب واسعة للفتيات، يقوم بعملية التدريب هذه مدربات من إيران والعراق، أما الفتيات حسب قوله فيتم أخذهن بالقوة والتهديد أو بإغراء أسرهن بالأموال. كشف ضابط في الحرس الجمهوري الموالي للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لصحيفة الأنباء الكويتية عن قيام جماعة الحوثي بعملية تدريب سرية واسعة للنساء لإعدادهن على كيفية استخدام الأسلحة والمهارات القتالية، مبينا أنه يقوم بمهام التدريب هذه مدربات من عدة دول منها إيران والعراق. وأكد الضابط الذي فضل عدم ذكر اسمه خوفا من بطش الحوثيين أن أكثر من 500 فتاة يمنية خضعن للتجنيد السري في صفوف جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء على يد مدربات من إيران والعراق، مشيرا إلى أن محافظة ذمار جنوبية صنعاء تعد المعسكر الأكبر لتجنيد نساء الحوثي. وأضاف: يتم أخذ الفتيات وطالبات المدارس لتدريبهن إما بالقوة وتهديد آبائهن بالقتل أو تحت إغراء أسرهن بالمال استغلالا للفقر والوضع المعيشي الصعب الذي تعيشه الأسر اليمنية. وأكد الضابط في الحرس الجمهوري أثناء حديثه للأنباء وجود مركز كبير في العاصمة صنعاء يختص بالنساء الحوثيات، يتم فيه تلقي الدورات واستقطاب النساء والفتيات وطالبات الجامعات والمدارس،
مشيراً إلى أنه يشرف على المركز إحدى قريبات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. في موقع يمن شباب، مركز الملك سلمان يوقع عدة عقود لعلاج الجرحى في بعض المحافظات اليمنية، يصل عدد هؤلاء الجرحى إلى 650 جريحا. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة السعودية الرياض عقودا مع عدد من المستشفيات الخاصة لعلاج 650 جريحا يمنيا أصيبوا في الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، حيث تم توقيع عقد تنفيذي لعلاج الجرحى اليمنيين داخل اليمن مع مستشفى الصفوة في محافظة تعز، يتم من خلاله تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى وفق المعايير الطبية ل 150 جريحا، وتوقيع عقدين مع مجموعة مستشفيات البريه الدولية بمحافظتي تعز وعدن لعلاج 300 مصاب بواقع 150 ألف مصابا لكل محافظة. كما تم توقيع عقد مع مستشفى بن زيلع بسيئون لعلاج 200 جريح ليصبح إجمالي المستفيدين 650 ألف مصاب. أخيرا إلى الصحوة نت، وفي ذكرى تأسيس حزب التجمع اليمني للإصلاح، يؤكد رئيس الهيئة العليا للحزب التزام حزبه بالعمل السياسي الملتزم بالدستور والقانون، ويطالب الشرعية بإعادة النظر في خطط إدارة المعركة في محافظة تعز. وجه رئيس الهيئة العليا للإصلاح الأستاذ محمد عبد الله اليدومي كلمة إلى أعضاء الإصلاح وأنصاره ومحبيه وكل اليمنيين على امتداد الساحة اليمنية في الذكرى 27 لميلاد التجمع اليمني للإصلاح. أكد في كلمته على الهوية الوطنية ومحورية ثورات سبتمبر وأكتوبر وفبراير في الانتصار لسلطة الشعب وإرادته، وأكد التزام حزبه بالعمل السياسي الملتزم بالدستور والقوانين، معتبرا أنه ميدان المنافسة الشريفة من أجل بناء الأوطان ووسيلة الأحزاب للتنافس في خدمة المجتمع. وقال اليدومي: لقد مارست قوى الانقلاب أشد أنواع الإرهاب ضد الإنسان اليمني، فصفته جسديا وفجرت المنازل والمدارس والمساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وما أبقت منها، صادرته وانتزعته من ملاكه، وانغمست بالفساد المالي، فنهبت المؤسسات وسيطرت على الموارد ووضعت يدها على الثروة العامة والخاصة، وشكلت من جهازها التنظيمي شبكة للإثراء داخل سوق سوداء أسقطت كل قواعد التعامل المالي في البلد. وطالب رئيس الهيئة العليا للإصلاح السلطة الشرعية بإعادة النظر في خطط إدارة المعركة في تعز، وكذا في خطط الدعم الإغاثي للمدينة الدامية ورفع المعاناة عن كاهل سكانها الذين يقاسون القتل والحصار. وأشار اليدومي إلى أن تعز بقيت وإلى الآن شاهدة على وحشية الانقلاب وتجرده من كل القيم ورفضه كل الأعراف وإصراره على جعل القتل الوسيلة الوحيدة للتحاور مع الشعب. السلطة الرابعة، نهاية جولتنا لهذا اليوم، دمتم في أمان الله. ليصلك كل جديد، قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.